هواية كانت من الطفولة، اشتغلت عليها ونميتها. وطبعا كل بداية صعبة، وكانت تواجهني مشاكل انه بدي انقل اشي صعب جدا حتى انا اقدر اشوف اشي كل شيء بعدي سهل. فكانت الموهبة عندي حاصلة موجودة، فحبيت اني اطور الموهبة من الرسم التقليدي الى نوعي، الى رسم نوع من نوع اخر اللي هو تمتاز فيه عن الفنانين الاخرين. فاخترت موضوع القهوة طبعا قبل 20 سنة، هي الخطوة الاولى في الرسم بالقهوة. في تدريج بحياتي بالنسبة للأمور الفنية، خرجت من القهوة فدخلت موضوع السلك. السلك طبعا بيجسد الروح من الرسم إلى مجسم. استقطبني موضوع اللي هي مسيرة العودة، مشهد فادي أبو صلاح جابوا خبر أنه استشهاده في نفس الوضعية، آخر وضعية اللي هي رمى فيها المقلعة أو الحجر على العدو الصهيوني. فنزلته من طبيعتنا احنا بننزل على الفيسبوك، ما توقعت انه الحدث راح ياخذ صدى كبير كبير. فالحمد لله يعني قدرنا نوصل فكرة انه حتى الانسان اللي بيستشهد واللي بيدافع عن نفسه والكذا، لازم احنا من طبيعتنا احنا كفنانين لازم نجسد هذول الاشخاص في اخر مشهد من الدفاع عن ارض فلسطين. فموضوع السلك يعني موضوع مهم عندي أنا بالنسبة لي. فكرة الأسلاك هي كانت إحنا أطفال كنا نشتغل أسلاك سيارات ونعمل دراجات، أي فكرتنا وإحنا أطفال. فقلت ليش أنا ما أستغل الأسلاك اللي كنا نشتغلها وهي صغيرة نجسد فيها الأعمال الفنية اللي أسا موجودين فيها. موضوع الخشب أثناء شغلنا ما عندي سلك، ما معي قلم أرسم، فقلت خليني أنا أستغل بلكي إنه أطلع إشي. فلقيت موضوع الخشب موضوع مهم، فيها تفصيلات وقريبة من خلينا نقول مفاصل الجسم، فقدرت أجيب شوي هيك وأعمل فيها تجارب، والحمد لله إنه وصلنا لنتائج كويسة. والآن أنا في عندي معرض قاعد أجهز فيه، إلي معرض في مركز ربد الثقافي، وراح يكون أول معرض طبعا في هذا العمل، وراح أسميه جذور لأنه متعلق في جذور الأرض. بطمح أن يكون هذا المعرض طبعا في الأردن يكون ناجح، ومن ثم أنتقل من الوطن إلى أنقل الفن باسم الوطن خارج الوطن إن شاء الله. المفرق طبعا فيها فنانين كتير وفيها مثقفين كتير، والحمد لله إحنا هويتنا ما بنمعيها. طموحي أنه نخرج إحنا من محافظتنا إلى كل المحافظات وإلى خارج الوطن إن شاء الله. هسه دعم من خلال زوجتي وأبنائي إنهم كثير بحبوا الفن، وهذا دافع إلي، دافع معنوي كثير كثير تحت لهم، بيساعدوني، فبكونوا هم طبعا الأساس في إنه أنا أكون متفرغ للفن.